إيش يعني النجاح لا يتطلب عذراً؟ ماذا نعني بهاي العبارة؟ هاي العبارة بتعني لكم حبايبي، أنت إنك عشان توصل للإشي اللي بدك إياه ما في أي عذر بيمنعك إنك توصل له. لأن أغلب الطلاب لما تيجي تقول أنا غلطت أو صار معي كذا أو راكمت دراسة لأنه صار معي كذا، لأنه صار معي كذا، بصير يتحجج، ما بيلوم نفسه في بعض الأحيان. العكس، إنه لازم الواحد يدير باله يتخطى كل الظروف عشان يوصل لهذه العبارة العظيمة جدا. النجاح في مقياسي غير عن النجاح في مقياسك، وغير عن النجاح في مقياس أهلك، وغير عن النجاح في مقياس أصحابك. كل واحد له معيار للنجاح تبعه. ممكن واحد معيار النجاح تبعه إنه يجيب 50، ممكن واحد معيار النجاح تبعه يجيب 80، وممكن واحد معيار النجاح تبعه يجيب الأول على المملكة. فعشان ينجح ما بيتطلب منه إنه إيش يحط أسباب لفشله، بدي يحط أسباب لنجاحه عشان يوصل لهدفه إن شاء الله. فحطوا النجاح دائما بين عينيكم، وفرحة النجاح لأنها لا تعوض. نكمل.